طريقه موجه الاخيره بالنسبه للتنبؤ بالطلب، طريقه تسميها السلاسل، السلاسل الزمنيه. اما السلاسل الزمنيه تبين انه العلاقه ما بين الحاضر والماضي، العلاقة ما بين الزمن والمستقبل، الزمن والمبيعات، ما بين الزمن والمبيعات. المبيعات هي أساسا ممثلة الطلب. فطبعا عادة بالنسبة للزمن، المبيعات بالنسبة للزمن يعني في عدة أوجه، في يعني اللي هي غير منتظمة، ممكن تكون غير منتظمة، وأيضا الطلب ممكن يكون موسمي، وفي ما يسمى بالاتجاه العام. الاتجاه العام هو الاتجاه العام لفترة طويلة، في فترات قصيرة ممكن يكون كل 3 أشهر في تغير. الاتجاه العام الفترة الطويلة على المدى الطويل، سلسلة زمنية على المدى الطويل، يعني أكثر من سنة فأكثر. فعشان كده نحاول نقول بأنه السنوات لو قصنا هنا إلى السنوات، وهذا عادة هذه خطوط الاتجاه، نعم خطوط الاتجاه، هذا خطوط الاتجاه العام. خط الاتجاه العام بيأخذ خط مستقيم، بيطلع خط مستقيم، وهذا الخط يعني يترجم بمعادلة رياضية، يترجم بمعادلة رياضية، يعني إذا كان متغير واحد معادلة من الدرجة الأولى، إذا متغيرين معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية، 3 معادلة من الدرجة الثالثة، من الدرجة الثالثة. يعني وفي كمان حتى معاملات الارتباط والانحدار، يعني هذه المعاملات أساسا مش ممكن الاستفادة منها في تقدير في التنبؤ بالطلاب إلا لما نحولها هنا إلى معادلات رياضية، إلى معادلات رياضية زي معادلة الانحدار الخطي. معادلة الانحدار الخطي هذه اللي تهمنا الآن، اللي بنستخدمها نحن في تقدير، يعني تقدير حجم الطلب المتوقع. طبعا بدون الدخول في تفاصيل إحصائية، نحن ما يهمنا يعني التفاصيل الإحصائية، نحن حندخل بمثال مباشر كيف نستخدم نحن طريقة المربعات الصغرى أو معادلة الخط المستقيم، معادلة الخط المستقيم على اعتبار أنها يعني تعكس العلاقة على المدى الطويل، العلاقة ما بين الزمن وما بين يعني وما بين المبيعات. يعني يدويا نحن ممكن نستخدم معادلة من الدرجة الأولى يدويا، لكن معادلة من الدرجة الثانية اللي يعني أيوه فيها شوية صعوبة إنه تحسب يدويا، بالتالي يعني ما عاد صارت مشكلة، الآن ما عاد صارت مشكلة، لأنه في برامج في الكمبيوتر صارت تستخدم البرامج، حتى الغير خطية، يعني اللي هي المنحنيات برضو يعني في برامج في الكمبيوتر تقدر يعني تدخل المعطيات وتعطي الاسم وتعطي النتيجة. لكن احنا ممكن يعني بشكل مبسط ما عندنا الادوات المتقدمه نستخدم معادله الخط المستقيم يعني بصورتها من اسمها بصورتها بمعادله يعني اللي هي صاد بتساوي معادله الخط المستقيم معادله الخط المستقيم يسموها المربعات الصغرى، يعني اللي هي صاد تساوي الف زائد با س. ايش يعني صاد؟ وايش يعني الف؟ هنا صاد المبيعات، صاد المبيعات والف وباء، هذه ثوابت، هاي ثوابت، نستخدمها لايجاد الاسم، لايجاد قيم الاسم، لايجاد قيم متغيرات في المعادله. س عدد السنوات منجو اللي هي عدد السنوات، ايش من سنوات؟ عدد سنوات الانحراف الزمني، عدد سنوات الانحراف الزمني، المقصود فيه الانحراف عن سنة الأساس. بنشوف بعدين ايش تعني سنة الأساس وايش يعني الانحراف عن سنة الأساس. لكن نحن علشان طبعا نصل لتقدير حجم الطلب بنوجد قيمة الثوابت، والثوابت هذه فيها معادلات رياضية، ألف مثلا، ألف بيساوي يعني مجموع صاد على نون على عدد السنوات، أو مجموع
عدد الحكمه عدد سنوات. طيب صار دكتور من اسمه الثاني؟ لا صار مو صار شيء صار اللي هي الطلب الطلب يعني وبعد صار مجموع يعني سين مجموع سين صار على سين على سين تربيع بهذه المعادلة نقدر نوجد قيمة ثوابت يعني لو تصير هنا قيمة وهنا قيمة وهذا الانحراف الزمني هو اللي احنا يعني بنستخدمه في العامل المتغير اللي بيبين العلاقة كلما العامل هذا كلما يعني تحرك الزمن كلما أثر على قيمة على قيمة المبيع هذا ما يسمى مجموع سين صاد على سين تربيع مجموع صاد اللي تحت هذا مجموع سين صاد سين في صاد يعني سين في صاد مجموع سين في صاد على سين تربيع على سين تربيع هاي معادلات رياضية احنا بنستخدمها هنا علينا طبعا يعني نشوف مثال والامور يعني الحلو فيها ان هي كلها حسابات الماده فيها الحلو فيها انها حسابات سهله صح لا الحلو فيها ان هي حسابات سهله ما في شذره ما في شذره كثيره احنا عشان مش محتاجين للشمس الحديث كيف ندخل فيه يعني. نتكلم الآن في عالم الأرقام. في عالم الأرقام. طيب نشوف مثال كيف نستخدم يعني طريقة المربعات الصغرى طريقة معادلة الانحدار يعني الانحدار الخطي أو معادلة الخط المستقيم كيف نستخدمها نحن في التقدير لحجم القرض في المستقبل. لا نشوف مثال بنفرض إنه عندنا سلسلة زمنية الزمن. وإيش كمان؟ والمبيعات أو الطلب. الزمن والمبيعات. هي قلنا سلسلة زمنية. 2000 من متى نبدأ؟ 2010. 2003. 2003. يعني إيه خلونا لخمس سنوات عشان. من 2005 طويلة بتستغرق وقت. أنا أذكر من 2005 من 2000. 2005 إلى 2010. 2010 ليش انا وضعتها الان انا بدي اسال 2010 2010 يعني 8 سنوات 8 سنوات يعني بيصغرها شويه سلسله 2013 ممكن نقول 2013 13 4 5 6 7 8 سبع سنين شوف يا دكتور من 2010 ل 2015 يعني علشان نتعلم في حالتين شوفوا في حالتين في السلسلة سنة جديدة حالة ما يكون السلسلة تكون فردية حالة ما يكون فردية وحالة ما تكون زوجية يعني وطريقة الحساب بتختلف يعني بتختلف لما تكون السلسلة فردية ولما تكون السلسلة زمنية وبعدين شوف لاحظوا في التقديرات لما تيجي تعمل تقدير سنة بيكون فردية وسنة زوجية أو تبدأ بسنة زوجية وبعدين بتصير فردية يعني وكلما طلعت لك يعني سلسلة جديدة يعني معناته إنه طريقة الحساب حتتغير نشوفها نشوف الحالة 2014 2015 2016 2017 2018 2018 1 2 3 4 5 معنا سلسله من 5 ل 5 سنوات طبعا انا يعني هذه ممكن تكون كافيه ممكن تكون كافيه انه استخدمها اساس للتقدير لتقدير يعني للمستقبل للطلب يعني للمبيعات في سنوات يعني لا استخدمها مثلا في السنوات القادمه استخدم السلسله اللي معرفه في السلسله اللي معرفه في 2019 2020 2021 هذه المعطيات اللي يفترض انها تتوفر يعني لخمس سنوات لخمس سنوات ممكن لسبع ممكن يعني على حسب المشروع على حسب الحسب ايوه يعني والمعطيات اذا عندنا يعني السلسله هو كلما زادت سلسله شويه كلما يعني اكبرت من الدقه اكثر بل لكن تكون مشروعات ما عندك سلسله يعني ممتده ممكن تاخذ خمس سنوات تفي بال طيب المبيعات في 2014 نجيب رقم هنا نقول بالكمية ولا بالريال يعني نفرش بالألف بالكمية نرجع نضرب بالألف واحدة بالريال بالألف واحدة ممكن كمان بالألف ريال أو بالمليون
او بالمليون ريال. هنا ضربنا 50 بعد. ايوه. لو قلت له حلال بتجيب سعر الوحده وتضربها بسعر الوحده وتطلع لك بتطلع بالقيم. او نجيبها بالقيم ونحسب بس بيطلع الطلب بالقيمه. يطلع يعني الطلب المتوقع بالقيمه بيطلع. لو تشتري الكميه تقسمها على قيمه الوحده. نعم. وتطلع على الوحدة. عطونا افتراض سلسلة زمنية سابقة وابني عليها التوقعات في الاسم التوقعات المستقبل 500 لما الان في 2014 800000 يا جماعة مش كم ساعة كنت تقفزوا 30000 لا 8000 ارقام بسيطة يعني 20 21 22 26 24 او 26 ضروري يا دكتور انه ضروري يكون ضروري زياده مع ان احنا ما فيش سنه لا مش ضروري ممكن يكون في يعني تذبذب ممكن يكون في تذبذب في السلسله لكن يعني انا استخدم السلسله كامله يعني استخدم يعني مثلا سنه 2000 في سنه من السنوات حصل مشكله يعني 20 في سنه 2003 حصل مشكله ضرب 19 بدل ما حد هذا 20 يعني بدل ما كانت 20 ممكن تكون خفضت يعني رجعت من الارتفاع يعني ممكن تكون السلسلة في تذبذب في قيمة المبيعات وممكن تكون يعني تصاعدية يعني في الغالب تكون تصاعدية لأنه كل المنتج يعني يجتهد يعمل بقدر الإمكان لأنه يزيد في إنتاجه لأنه نحن قلنا دائما يعني في عوامل تؤثر يعني بزيادة تأثر بزيادة زي عامل السكان خصوصا لما انت تنتج اثاث للسكان عامل السكان بيتزايد بينعكس برضه بزياده في الطلب عموما يعني احنا اللي يهمنا الان انه كيف نستخدم طريقه يعني معادله الخط المستقيم معادله الخط المستقيم كيف نستخدمها في التقدير للطلب في المستقبل في سنوات قادمه هذه عندنا سلسله هذه سلسله فرديه ولا زوجيه؟ سلسلة فردية. سلسلة فردية. يعني سلسلة فردية. فردية. المعادلة ايش تقول؟ صاد بتساوي ألف زائد باء س. هذه معادلة الخط المستقيم. هذه المعادلة الآن هي اللي ما بستخدمها. الآن في عندي شوف كم يا مجاهيل. في عندي يعني صاد هو المعلوم فقط. يعني والزمن كله. زمن. الزمن كله. س هذه لا مش الزمن كله. س هذه يعني سنوات الانحراف يعني السنه يعني من سنه من السنه الوسطى يعني حتى السنه اللي تشيت تقديرك للطلب فيها بنشوف الان كيف بنحسبها البعد عن سنه الاساس انا علشان اول حاجه بنفكر ليه بنحسب المجهولين يعني اللي هو الف وباء طبعا المجهولين في عندي قلنا في قانون رياضي بالنسبه لالف مجموع صاد يعني مجموع صاد على مجموع نون على يعني على عدد السنوات على عدد السنوات السلسلة هذه نون على سنوات السلسلة نون خمسة اللي هي تساوي مجموع سين صاد سين في صاد على سين على سين سكوير على سين تربيع طيب هذه الآن هذه شوفوا من فين نجيب هذه معطى هذه لا مش طبعاً أنا بجيبها لا عندي المعطى فقط المبيعات الزمن والمبيعات موجود عشان كده قلنا انه سلسله هنا علاقه ما بين الزمن والمبيعات الف يتغير الزمن بتغير معه تتغير معه المبيعات يعني كل ما تقدمنا يعني سنه للامام تقدمنا في الوقت بينعكس هذا في تغير في المعامل التابع اللي هو المبيعات انا بستخدم هذه العلاقه علاقه الزمن بالمبيعات عندي الان السلسله بنعود لهذا عشان نحسب قلنا الثوابت من نفس الجدول من نفس هذه المعطيات اللي عندي نفس المعطيات اول حاجه بنعمل ايش؟ الانحراف الانحراف ممكن نرمز له بالرمز بالرمسين ممكن نرمز بالرمسين هنا الانحراف هنسمي الاساس
الانحراف، هذا الانحراف، الانحراف عن سند، عن سند الأساس. طيب أين سند الأساس؟ أول تعاون عليه نحدد اللي هي 2016. أي سند؟ سند الأساس. سند الأساس. نحدد سنة الأساس ونعطي لها في الانحراف من الصفر. يا دكتور ايش يا دكتور كيف اخترت سنة 2016 على اي اساس؟ فردي. هذه سلسلة فردية. خمس سنوات. يعني السنة الوسطى. السنة الوسطى. السنة الوسطى. إذا هي سلسلة زوجية. بعد ما نرجع لها. أول ما نفهم هذه. يعني نشوف لما تكون زوجية وبالتأكيد السنة هذه فردية. السنة يعني على اساسها بعتمدها في تقدير حجم حجم المبيعات في 2019، لكن بتصير كم سلسله؟ بتصير زوجيه، بتصير 6 سنوات، وبالتالي يعني انا بستخدم طريقات يعني في حاله ما يكون السلسله زوجيه. نشوف اولا كيف نحسب في حاله ما تكون السلسله فرديه. اول حاجه نحدد ما هي السنه الوسطى في السلسله. إذا كانت يعني 5 سنوات اللي أمامي أمامنا الآن 2014 15 16 السنة الوسطى هي 2016 أعطي لها إيش؟ صفر. أعطي لها صفر. طيب ما قبل صفر إيش بيكون؟ سالب. سالب. ما قبل صفر سالب وما بعد صفر مقدم. عشان كذا هنا يعني تغير سنة. سالب واحد. قبل سنة وهنا سالب. اثنين. هنا سالب اثنين. هنا بيكون يعني بالموجب. واحد. الصفر. زائد واحد زائد اثنين زائد اثنين. الآن أقدر أحسب سين صاد سين في صاد وأقدر أحسب كمان سين وأقدر أحسب سين تربيع. مش كده؟ سين في صاد اللي هي ماينس يعني ماينس 40 ناقص 40 40 ناقص 21 21 هنا صفر هنا صفر في عدد صفر. صفر وهنا بيكون معي كم؟ 24 26 24 24 يبقى عندي 24 خطأنا خطينا ايش مشكلة 24 للموجب وهي كم 52 للموجب 52 ايوه 52 بالضرب بالموجب دكتور ما فهمت من 40 مع 20 في سالب 2 أين سنة الأساس؟ 2016 يعني الانحراف الزمني يكون صفر ما قبل الأساس ما قبل سالب ناقص 1 ناقص 2 وما بعد الموجب خلاص طيب س صار يعني ضرب خلاص س في صار هذه تفرضنا أنها الانحراف تفرضنا أنها س وهذه اللي هي المبيعات اللي هي صار تفرضنا أنها صار دكتور بغض النظر عن ارقام المبيعات سنه الاساس ما قبل سالب واحد سالب اثنين وما بعد موجب واحد موجب اثنين بغض النظر عن ارقام المبيعات بغض النظر عن ارقام المبيعات الان هنا انا حددت سنه الاساس وماشي الانحراف عن سنه الاساس خلي المبيعات لكن بعد كده انا اشتري س صار وس تربيع عشان استخدمها في القانون استخدمها في القوانين من اجل ايجاد الثوابت اللي هو قيمه الف وقيمه هاي وقيمه باء. هلا سين تربيع كم هنا؟ سين تربيع 4 لكم معي 4 واحد موجب واحد صفر صفر واحد واحد 4 يعني 4 خلوا له مره ثانيه نجيب المقابل نجيب المقابل خلاص الآن كل النقاط الآن نجيب المقابل مجموع صاد مجموع صاد كم بيصير؟ 100 3 7
الابتلاعات.